السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الان انا موجوده بفيو سانت روز، غندير لكم جوله فيه، غنمشيو الماكسي، غنمشيو البيبليوتيك، غنحاول نقربكم شي شويه من المعيشه في كندا. كل مره غندير لكم فيديو في شي مكان باش تعرفوا على كندا اكثر. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. يلا خليكم معنا. هنا في هاد لونطري كاي مكان مثل لي بونك مثلا، كتلقى كيكونوا حاطين دي جيد بحال هكايا، كيكونوا حاطين جرائد، كيكونوا مجلات، واللي بغى شي حاجه راه تياخذها. المهم هنا راه تيكونوا يعني ماشي هادو ما كتخلصهمش، يعني كيكونوا غراتوي. كاين هادو غناخذهم انا، هذا وهذا سي بون. علاش باقا دايره الماسك ديالك؟ ما راه نسات راسها. المهم غنوريكم هنا الدنيا كيفاش دايره. لهي كاين تتبع الكريم غلاسي دائما فاش كيكون بالاخصات تكون الدنيا عامره، غتبان لكم الناس تما يمكن واقفين. وهذه هي الانجليز، رفيت صورتها لكم كنت غاديه من هنا وصورت لكم في الليل. المهم هذا هو الفيو سانت روز. المهم راه كبير بزاف. المهم انا كنصور لكم غير البلاصه اللي انا كاينه فيها. وهذه مرام. سلمتي عليهم؟ واي جدي السلام. السلام، لاباس عليكم؟ سلمي سلمي على الناس اللي كيسلموا عليك. و سلام هادو اللي كيسلموا. المهم مرام كتسلم على كل شيء، الناس كاملين اللي كيسولوا فيها واللي كيبغيوها، حتى هي راه كتبغيكم. وشنو اخر؟ تنحماق عليكم. ممكن حتى هاد الكراسه اللي بغى يجلس هنا ولا شي حاجه. المهم يعني تديروا اللي بغى يدير لا مارش هنايا في العشيه. المهم صراحه الجو جميل جدا. ها هي الكنيسه. اي سي سا. Maintenant, on est arrivé à la bibliothèque pour rendre les livres. Là, je suis en train de me chercher un livre et cette fois, je vais en emprunter qu'un seul car j'ai pas trop le temps avec l'école car j'ai beaucoup de travaux. Et j'ai pris ce livre intitulé « Ma sœur est un vampire ». Je l'avais déjà vu à l'école et il m'a paru très sympa. Du coup, je l'ai pris. غنحاول نعرفكم شويه بهاد المكتبه. هاد المكتبه كيكونوا فيها مجلات، كيكونوا فيها قصص، كيكونوا فيها كتب، كيكونوا فيها لي زوردي. بغيتي تامبريمي شي حاجه، بغيتي تقراي شي حاجات وتخليها وتمشي، بغيتي تديها معاك، ما كاين حتى شي اشكال. كاين دي طابل بالكراسه، كيجيو الطلبه فين يقراو فين يحفظوا، وكتكون فيها الهدوء والانسان يعني كيركز فاش كيجي هنايا، يعني كيكون التركيز تام. وبالنسبه لهاد المكتبه حتى شي حاجه ما كان يعني كتكون بالمجان، كتكون عندك غير واحد لاكارت فيها الاسم ديالك، الاسم الشخصي والاسم العائلي، كتجيبي لهم شهاده بانك يعني تثبتي لهم بانك كتسكني في هذاك الحي، وهما تيعطيوك هذيك لاكارت وصافي هي اللي كتستعمليها. وانا غنوريكم الطريقه كيفاش كنستعمل اللي عندنا. المهم غنوريكم الطريقه كيفاش. هي دارتها مرام وغادا تحط لو ليفغ هنايا. ها هو كونفيرمي. صافي هنايا غي كيكتبوا لك ليستوار، شنو سميتها ليستوار اللي خديتي ولادات اللي خديتيها فيها وامتى غادا ترجعيها. الان انا موجوده في الدو اللي موجود في اوتليت ميغابيل، لقيتهم حتى هما دايرين دي سول، دايرين تقريبا 50%. هاد السكان فيهم جوج ديال الالوان، هاد اللون وفيهم اللون الاسود. الثمن ديالهم الان تيدير 35 دولار، يعني منين خفضوهم ولاو ب 35 دولار. كاين حتى هاد الساك في الابيض حتى هو داير له 50%. صراحه سكان زوينين وعجبوني، ولهذا السبب قررت انني نشاركهم معكم. كنتمنى حتى نتوما يعجبكم كيف ما انا عجبوني.
كاين هاد الساك حتى هو روعه عجبني بزاف، وانا كنظن حتى نتوما غادي يعجبكم كاملين. هاد الساك اللي وريتكم غادي يعجبكم، والثمن ديالهم مناسب يعني رخاصين بزاف، داير لهم نص الثمن. وكاين السكان حتى ديال المناسبات صراحه اواخر الصيف تيكونوا تخفيضات زوينين. الان انا موجوده بماكسي، غدا نعرفكم بالناس اللي ما كيعرفوش شنو هو ماكسي. هاد ماكسي كيكونوا فيه الملابس، كيكونوا فيه المواد الغذائيه، وحتى هو دايرين فيه تخفيضات ديال فصل الصيف. غدا نوريكم تخفيضات تقريبا اللي دايرين، والاثمنه كتكون فيه صراحه رخيصه، يعني ما كيكونش غالي وكيكون فيه داكشي زوين. لي صندال كاملين داروا لهم دابا 3 دولار، كانوا ب 3 دولار، هما لي موديل اللي كاينين. المهم اي حاجه ديال الصيف راهم كيداروا، كلشي داروا له ليكيداسيون. المهم غير باش تاخذوا فكره على الاثمنه، هادو كانوا ب 4 دولار، دابا داروا السمهم ناقصين فيهم تقريبا 2 دولار، فيهم الوينات كاملين، يعني كل جات الصيف كاملين ناقصين فيهم. هنايا كاينين الصنيدلات حتى هما نقصوا فيهم. هادي دابا تدير 13، ممكن وحده تقريبا الثمن ديالها. شوف هاد البيضه، هادي تدير 15، كانت ب 19 8، المهم على حسب. انا عجبتني كانت تدير 40، دابا داير لها نص الثمن تقريبا 20 دولار الابيض، فيها غير جوج. مايو لي مايو كلشي داروا له الصول دابا، لحقاش صافي الصيف راه سالا. خدات هادي لقاتها تدير 88 سو. دابا اي حاجه ديال الصيف راهم تينقصوا لها في الثمن. الصغار داروا لهم 2 دولار، كاين هاد الشكيال وكاين هذا. المهم عجبوني هادو، هادو كاين حتى الغوز ها هو، هادو داروا لهم 2 دولار. كلشي ليكيداسيون، حتى مرام خدات بحال هاد لاغوز، هادي مرام خدات هاد لاغوز. كانت تدير 673 دابا دايره 3.74 وما فيهاش ويل دو فار، كتعجبها مرام. هذا ناخذها لها. المهم باش تاخذوا فكره على الاثمنه، كاين هاد بوغ داغاشي حتى هو نفس الثمن، كان ب تقريبا شي 6.79. هذا ديال كاوكاو في كاروت نون اورانج، وخديت حتى هذا. المهم لقيتهم ناقصين فيهم من طبيعة الحال، راه هذا تيدير شي 3 واقيلا 3.33 دابا، مع كان بكثر من 4 دولار. المهم هادو صراحة هاد النوعية ما عمري ما خديتها، وهادي المهم غادي نجربهم ونشوف لكم. هاد العملية اللي كانت طلبتها مني واحد الإنسان عزيز عليا، كنا كنهضروا انا وياها وبغاتني نوريها كيفاش كنديروا. المهم كنشريو هذا المونادا المشروبات الغازيه والقراعي، هما كنخلصوا حتى على الخاوي، علاش؟ باش نرجعوهم ليهم، وكنديروهم بحال هكا كيف ما تدير مرام، وحده بوحده بوحده بوحده، وابخي غنوريكم شنو غنديروا، نوريكم كيفاش يمشيو. هاي اطو مرام اطو، يلا سي بون خودي. يلا المهم ها نتوما، ها هما كاتبين كلشي كيشرحوا لك العمليه كيفاش. الآن وصلت النهاية ديال الفيديو، كنتمنى ينال إعجابكم. مع السلامة.